اشتداد المواجهات بمحافظة الضالع قد يغير من سير العمليات العسكرية بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة وميليشيا الكوفي والمخلوع من جهة أخرى. تطورات جديدة شهدتها جبهات مختلفة في مناطق مريس ويعيس ودم، حيث حاولت الميليشيا استهداف مواقع المقاومة بالمدفعية الثقيلة عقب تعرضها لضربات متفرقة خلال المعارك الأخيرة والتي أدت إلى مقتل عدد من أفراد الميليشيا. المواجهات توسعت خلال الساعة الماضية، ووفقا لما ذكرته المصادر الميدانية أن الميليشيا حاولت التقدم في عيس والعرفاف، لكن المقاومة الشعبية تصدت لها وأجبرتها على التراجع إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها. جبهة ناصة هي الأخرى لم تتوقف فيها المواجهات ومحاولة الميليشيا التوسع في مناطقها، فيما دفعت المقاومة الشعبية بتعزيزاتها إلى ذات الجبهة تحسبا لأي عملية عسكرية لعناصر الميليشيا والمخلوع صالح. مصادر ميدانية أكدت أن الميليشيا أرسلت تعزيزات عسكرية من محافظة إب المجاورة إلى جبهات القتال في الضالع، خاصة في دم التي تنطلق منها عملياتها العسكرية تجاه مريس ويعيس والعرفاف. المعارك الأخيرة التي شهدتها محافظة الضالع سجلت مؤشرا ملحوظا وإيجابيا بالنسبة للمقاومة الشعبية منذ أن استعادت أجزاء كبيرة من المناطق التي شهدت خلال الأشهر الماضية أعنف المواجهات.